السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكل المتابعين على قناتي وليد فوتوز. موضوعنا اليوم بيكون بعيد عن التصوير، يعني ما في دروس تصوير ولا في معالجة الصور ولا عن منتوجات التصوير. اليوم موضوعنا عن مواقع التصوير. راح نتكلم إن شاء الله بشكل مبسط، وبختصر الحلقة اليوم معلومات مفيدة إن شاء الله لكم لمتابعين، خصوصا من المصورين. في بدايات التصوير كنت أبحث عن موقع أنشر فيه صوري، وكنت في نفس الوقت أحب أتعلم من مصورين وأستفيد إذا كانت هناك مجموعات ممكن نتشارك في المعلومة. هذه الأيام كانت المنتديات موجودة وتغطي بعض الدور، ولكن كان موقع فليكر من المواقع اللي الكل اتعامل معها. أعتقد في ناس لا زالوا لليوم يتعاملون مع موقع فليكر، رغم أن موقع فليكر بدأ الحين خلاص الناس ما تذكره، حتى الجيل اللي حاضر الحين في التصوير ابتعد عنه. اليوم بنتكلم عن مواقع انت كمصور تحب تعرف قيمة صورتك، او تحب تعرف اهتمام المصورين لصورك، تعرف ان هاي الصورة تستحق النشر او لا، او اني احطها على موقعي الشخصي، وهذا اللي اقوم فيه انا في بعض الاحيان. في مواقع الشخصية انتقي الصور اللي اشوف عليها وايد اقبال، فأروح أحط لي صور في موقع من مواقع المهمة اللي هو 500px. هذا من المواقع القوية الصراحة، اللي فيه دروس وفي كذلك تقييم للصور من قبل مجموعة من المصورين، يعني الكل يقيم صورك، وقد لا يكون بنفس مستواك وقد يكون أعلى من مستواك، ولكن حلو أنك تعرف قيمة الصورة وتعرف الدرجة اللي خذتها صورتك. كذلك من المواقع القوية واللي يصعب على الناس الاشتراك فيها، مو بالسهولة يتم اختيار صورك. هذا الموقع يصدر منه ألبوم كل سنة لأجمل الصور الموجودة في الموقع. الصور حتى لو تحط صورك راح يتم اختيار أفضل الصور من قبل مصورين محترفين، يعني هذين اللي لهم دائقة مختلفة للتصوير، هو اللي يقرأ الصورة ويعرف جودتها وقيمة الصورة هاي، من ثم يعطي الموقع حقية بالنشر أو قبول بنشر مثل هذه الصور، اللي هو موقع 1X. هذا موقع خطير، اللي تستفيد منه مو بشرط أنك تنشر صورك وتحصل فيها يعني مثل ما تقول ريفيو، أو حتى تحصل درجات معينة، يكفي أنك أنت تشاهد الأعمال اللي تم اختيارها بعناية فائقة، تتعلم. هذه التغذية البصرية كنا نحتاجها، لا يظن الواحد انه راح يتم يصور ومن نفسه ويتطور بدون ما يشوف مجموعة الصور الجميلة اللي موجودة. فلابد انك انت تحدد لك يعني فترات معينة ترجع لهاي المواقع وتشوف وتتعلم وتستفيد وتلاحظ قوة نظرة المصورين والاختيارات المناسب للزوايا وكذلك التكوين وكثير من الامور. البعض راح يقول لي والله أنا أستخدم الإنستغرام لنشر صوري وعندي متابعين وفي لايكات وغيره. للأسف يعني أنا مع احترامي للي يحط صوره في الإنستغرام، الإنستغرام الكل يعمل لايك، ولكن هل هناك شخص يقدر يقول لك إن هاي الصورة شو إعداداتها، كيف أنت صورتها؟ أنت تشوف صورة في الإنستغرام حجمها بسيط، ممكن تكون رائعة، ممكن تعرف تكون جميلة، ولكن في هذه المواقع يتم معرفة كل تفاصيل الأمور هذه. يقدر يقيم صورتك من حيث جودتها، من حيث حتى تقييم المصورين ونظرة المصورين المختلفة تلقاها. أما الإنستغرام اليوم أصبح أروم أنا حين أحط صورة وأشتري لايكات، أوصل لايكات لرقم وأنا الله أعلم كم تبى توصل، أدفع المهم وراح تأخذ اللايكات. هذه مش يعني مقارنة ولا تقليم الانستغرام، الانستغرام يجمعك بمجتمع ثاني، مجتمع ثاني خليط ما بين مصورين مهتمين بالتصوير وناس تحب تتابعك لمعرفتهم الشخصية لك، وفي كذلك هناك أشخاص آخرين يمروا مرور الكرام، ممكن يشوف يحب يزور منطقة شافك أنت حاط الصورة في هذه المنطقة وعجب فيها. فهذا الفرق ما بين الانستغرام وما بين المواقع اللي أنا ذكرتها. فأتمنى حتى الفيسبوك ما يعوضك عن هذه المواقع.
هذه مواقع قوية تقيم فيها، تعرف درجات الصور. أنت لما يكون عندك موقع الشخصي راح تنتقي صور معينة تحطها دائما، موقعك الشخصي لازم تنتقي الصور يعني بطريقة أن اللي يدخل موقعك يحب يشوف أعمالك اللي هي تبهره، مو من أول ما يدخل ويشوف الصورتين يقول هذا بس يرفع والله ما أعلم يعني شو نتيجة أصلا أعمال الثانية، ويمكن هاي بالصدفة خداها. فدائما لابد أن تكون لك لمسة خاصة في أعمالك. وفي الختام أحب أقول لكم أخواني وخواتي ومتابعيني على القناة أن ترى هذه المواضيع جدا مهمة، لا تستهين في التغذية البصرية. التغذية البصرية أنك تشوف المواقع، اشترك في هاي المواقع مدامها أنها مجانية، اعرض صورك وشوف تقييم صورك، ودائما حط الصور اللي تشوفها جميلة واللي تشوف أنك أنت محتاج أن حد ينصحك فيها. كذلك موقع 500px للعلم أن في دورات يقدمونها بعض المصورين، هاي الدورات يمكن تلقاها في أماكن أخرى بمقابل مالي، ولكن هم يشرحوا لك كثير من التقنيات أو التكنيك اللي يستخدمونه في التصوير. فأنا مو بتسويقا للموقع، ولكن أنا أشوف أن هذا الموقع جدا جميل منه وراح يخدمك. يمكن احنا نقصر في جانب، يعني بعض المصورين يقصر في جانب الشرح في بعض الامور، لكن في ناس تغطي هالجانب. لهذا السبب انا اقول ابحث راح تحصل، راح تلقى النتيجة اللي انت تبغاها. على العموم اتمنى لكم التوفيق، عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك، المشاركة في القناة، واشكر كل من يدعم وينشر القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة قادمة.